حسب توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الأشرف، ورغبة لأهلنا في ذيقاب وأخوتنا في ساحة الحكوب لإرجاع الدوام اختياريا، لذا قررنا العودة إلى المقاعد الدراسية وفاء منا لدماء الشهداء والجرح وتكملة مسيرتنا الإصلاحية، كما نقدم شكرنا وامتناننا واعتزازنا لآبائنا الكوادر التدريسية، ونعتذر منهم لأي إساءة صدرت من غير قصد، ونقدم مطالبنا الأساسية لاستمرار الدوام بصورة منتظمة، ونؤكد أن مهلتنا تنتهي في مدة أقصاها يوم الاثنين المصادف 17/2/2020، وبخلاف ذلك سنتجه إلى التصعيد السلمي. مطالبنا كما يلي: أولا، اعتبار هذه السنة سنة عدم رسوم لكافة الصفوف المنتهية وغير المنتهية، كون المحافظة محافظة منكوبة. ثانيا، يكون الاشتراك للمراحل المنتهية اشتراك دخول عام. ثالثا، أن تكون أسئلة طلبة الصفوف المنتهية وغير المنتهية أسئلة خاصة وليس من المنهج المقرر داخل محافظة ذيقار حصرا. رابعا، أن تكون الأسئلة خاصة ومن قبل لجان مركزية من داخل المحافظة، وتصحيح الدفاتر الامتحانية في داخل المحافظة لكون المحافظة محافظة منكوبة. خامسا، أن تضاف 5 درجات لطلاب السادس الإعدادي على المعدل. سادسا، توفير مبالغ ضمن الموازنة العامة لإكمال المدارس في المحافظة. سابعا، إقرار منحة الطلاب المقررة في عام 2014 وإدراجها ضمن موازنة عام 2020 وصرفها حالا. ثامنا، تتحمل مديرية التربية وقيادة الشرطة ذيقار ومحافظ ذيقار لأي اعتداء أو أي اعتقال بحق الطلبة المتظاهرين، وإذا حدث أي اعتقال لطالب متظاهر سوف يعتبر الاتفاق ملغي، ونبدأ بالتصعيد فورا. تسأل تنظيم مسيرة طوعية يوم الخميس فقط من كل أسبوع. تنظيم مسيرة طوعية يوم الخميس